توقعته وكنتوا مندفعين جدا وتحقق المراد؟ اكيد اكيد، كل مو فقط احنا حقيقه يعني، يمكن كل العرب، العالم الاسلامي، كل الناس المحبين لكرة القدم سواء بالعرب او نقول المغاربه، شمال افريقيا، شمال افريقيا، كره افريقيا ثبتت نفسها، ثبتت نفسها انه من الارقام الكبيره اللي ممكن تنافس في محفل مثل مونديال 22. يعني لو نرجع للاسلوب اللي اتبع من الفريقين حقيقه، الكل متوقع انه نوعا ما، احنا يمكن تحدثنا حتى البارحه بالاستوديو، نوعا ما تميل الكفه بافضليه قليله عن الفريق المغربي، لكن حتى من خلال الاسلوب اللي اتبع اليوم شفنا الفريقين لعبوا هم نفس الاسلوب اللي هو 4-3-3، لكن بحكم انه اللاعبين شنو اللي ممكن يقدموه داخل المباراه. انا اعتقد الفريق المغربي لعب باسلوب، الاسلوب اللي انه ممكن يوصل لابعد مدى بالتعادل، رغم انه الشكل العام للفريق المغربي يوحي انه يلعب بثلاث مهاجم اللي هم زياش وبالاضافه الى نصيري والاخ واللاعب بوفال. نعم، هؤلاء اللاعبين افضل لاعبين موجودين حقيقه، قدموا مستويات عاليه جدا. هذا المهاجم الطويل راس حربه بطيء كان، اللاعب 19 النصيري هذا من يعني من اللاعبين المميزين في الدوري الاسباني، لاعب وكان هداف، كان العام صدر قائمه هدافين الدوري الاسباني لحد المرحله اعتقد 15 او 16 يصدرها. اذا يعرف المدافعين الاسبان اكيد، هم كل اللاعبين المغاربه هم اغلبهم يلعبون في الدوريات متقدمه خصوصا في اوروبا. نعم، يعني الفريق الاسباني لعب نفس النظام اللي هو 4-3-3، وايضا لعب اسينسو، لكن يعني انا ما اريد استعرض الاسماء كلها، لكن من تطلع لنا التشكيله راح نسولف بها تكون على البورد، بس اكو لقطه انت انتبهت لها وهي ركلات الجزاء قبل ما تخوض بالتحليل الفني. نعم، وي ما بدات ضربات الجزاء كان هناك شبه توافق صداقه او كره وراقي بين الحارسين. هي هاي رساله اللي بعثوها، يعني حقيقه مو فقط هذه الرساله، انه كره القدم هي رساله، دائما انا اكررها، رساله محبه بين الشعوب. لذلك شوف الحارسين هم اثنينهم يلعبون في الدوري الاسباني، شوف عانقه وفد شيء مبعث للفرح يعني حقيقه من الشاهد على الموضوع. انريكي والرقراقي بالاخير شفنا نفس الصوره، راح نرجع لها بس قبل ما تخوض بالتفاصيل. نعم، 3-0 الان البرتغال على سويسرا، قراءاتك انت وخلف فيت. خوب خلف متراهن ويبنى دكتور احمد. قال له ابويا باكر المغرب قدامي بالتليفون هسه. قال له ابويا باكر المغرب صعدوا. هاي التشكيله كانت. نعم، قلت لك هو نفس النظام، يعني 4-4-4-3-3 بالاضافه الى تغير الواجبات، يعني عدم خشيه. نعيم، هاي الواجبات شوف عدم خشيه، يعني منتخبنا 3-3 يعني جاي امام اسبانيا، هذا الشكل العام استاذ حسين. نعم، نشاهد لو بالتفاصيل نرجع لها، نشاهد حتى الاحصائيات اللي موجوده عندنا الان، نشاهد انه الحيازه لدى المنتخب الاسباني اكثر من، يعني الشوط الاول 69-31 للمغرب، والثاني لصالح الاسباني، الشوط الثاني وصلت 76-24. شوف هذا اللي هذا الشكل، هذا الشكل العام، الشكل العام. نعم، الشكل العام انا اقول الشكل العام ما ينطيك، يعني رغم انه الحيازه الان لو نشاهد الشوط الاول والشوط الثاني هي الفريق الاسباني، لكن النتيجه شنو كان؟ الفوز مغربي، فوز مغربي. ولكن اذا نبوا على كره القدم كابتن، صح اكو توازن، هذه هي معظم الوقت كان اكو دفاع رقراقي مبين، هذا الرقراقي حسب حساباته وكان يعرف شنو يريد من هذه المباراه، وين يريد يوصل، وين خططه واهدافه كانت واضحه جدا من اول ما لعب، يعني رغم انه الشكل العام ينطيك ثلاث مهاجمين، لكن شاهدناها بالمباراه زياش ولا النصيري ولا الباري، يعني شاهدناهم يدافعون فوق منطقه الجزاء. نعم، يعني هذه الواجبات المتغيرات اعتقد. نعم، هي اللي وصلت رقراقي اللي ما ابتغاه. نعم، رغم عذرا اذا تسمح لي كابتن. نعم، البرتغال بدون رونالدو 4-0 لحد الان، وهذا المباراه ما دام قاطعتك كلفوت هذه المباراه ذكرتني باداء المنتخب الايراني امام امريكا، راد يروح باي وسيله للتعادل بس ما استطاع. هاي هي الادوات، يعني توظيف الادوات في بعض الاحيان ينجح، هسه الاسلوب اللي لعبوه المنتخب الايراني مو خاطئ، هو دافع.
نعم. وراد يطلع بالتعادل، لكن ادواته ما عانت يعني ما ادت اللي مطلوب منها من عكس المغاربه. المغاربه اليوم اجادوا، يعني النصيري اللي نعرف انه هو اللاعبين اللي مو دائما نشوفه يدافع، شفناه اليوم فوق منطقه الجزاء وهو مدافع شرس، يعني مو حاسبين حسابات انه كيف ممكن نوصل نروح للجزاءات. بونو ياسين بونو موجود وهو ممكن يحسم الموضوع، وهذه الاهداف اللي مرسوم اعتقد من رقراقي وصل للهدف اللي نجده. نعم. مازن السريع المعد المساعد، تحياتي إلى والزميل الآخر علاوة أحمد، المعدان المواظبان المثابران. القضية أنه يقول لويس إنريكي وقبل سنة كاملة، قبل عام، نعم، يعني يوجه لاعبي المنتخب الإسباني خلال التصفيات، وما أريد كل واحد قبل ما نروح المونديال مسدد على أقل تقدير 1000 ركلة جزاء بالتمرين. طبيعي هذه في بعض الأحيان بالتدريبات المدرب ينطي الواجبات، لكن اكو اجتهادات شخصيه في بعض الاحيان. اللاعب هو يحس وين ممكن مكمن النقص عنده، وباي حاله، مساله الدوران، مساله تنفيذ الحالات الثابته، في بعض الاحيان يفتقد الى ضربات الراس. هاي الواجبات الفرديه الخاصه، في بعض الاحيان كثير من اللاعبين يستعينون بمدربين خاصين في بعض الاحيان، لانه نشوف كل العالم الان المدرب ينطي الشكل العام، ما ممكن يشتغل على الامور الفرديه. الامور الفرديه في بعض الاحيان هي مسؤوليه اللاعب، تجي المسؤوليه عامه، لكن بالاختصاص مسؤوليه اللاعب تشخيصه وكيف ممكن هو يطورها. هسه هو ممكن يطورها يجيب مدرب خاص، مساله اللياقه ومساله الامور البسيطه من التسديدات اللي ممكن... اليوم عذرا عن المقاطعه، يعني من التسديدات اليوم انا ما شفت المنتخب الاسباني يعني سار بمنهج النصيحه مال لويس إنريكي. تسديدات يعني انت انا ذاك اليوم يمكن بس الاولى ترى